Hello everyone and welcome back to our channel. بطلتنا النهاردة ما عندهاش مستحيل، عمرها ما بتقارن نفسها بغيرها، دايما بتصحى ويومها كله نشاط وحيوية، وهنشوف لها فيديوهات تانية كتير الأيام الجاية. تصحى من نومها وتبتدي تنظف بيتها كده زي ما احنا شايفين، مش بس كده، دي بتنظف البيت وبتشتغل وبتطبخ، بتعمل كل حاجة، وزي ما بيقولوا العمل الجيد أفضل من الكلام الجيد. وبتكمل صديقتنا في تنظيف بيتها رغم ما بتقابل من صعوبات، ولكن دايما هي قد التحدي. زي ما احنا شايفين هي عندها صعوبة في الحركة، عندها إعاقة في الساقين مش في ساق واحدة، وبتستخدم العكازات عشان تساعدها على المشي وعلى الحركة. صديقتنا بطلة من الأبطال اللي قد التحدي دايما، الإصرار حاضر عندها، مفيش مستحيل، ما بتطلبش مساعدة من أي حد، دايما هي بتساعد نفسها رغم المشقة والتعب. تحية كبيرة لصديقتنا. وصديقتنا هنا بتبتدي يوم جديد، بتبتدي يومها دايما من الصبح بدري، تصحى بمنتهى النشاط والحيوية، سواء الجو بارد او الجو حر، ما عندهاش مستحيل، بتصحى وكلها نشاط وتنزل علشان تروح شغلها، مفيش حاجة بتقدر توقفها ابدا، لازم تكافح علشان الحياة كلها مكافحة وعمل واجتهاد. عاوزين كلنا نتعلم من صديقتنا التحدي والشجاعة والإرادة، والنشاط أهم من كل شيء. وأشوفكم في فيديو جديد.